السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. دابا غادي ندوز باش نكمل هذوك لي كيوب اللي وريتكم ديال الخشب اللي صاوبت. غير بغيت نقول لكم واحد الفكره بالنسبه لهاد الحاشيه هادي، انا ما غاديش ندير السونتوفير. علاش؟ لان الاغلبيه ما غاديش يعرفوا يخدموا به، واغلبيه غادي يعكزوا يديروا هاد الخدمه على ود هاد لا فينيسيون اللي غادي تكون هنا. لهذا غادي ندير حيله اخرى، الا وهي غادي ناخذ شويه الماء كما كتشوفوا، شويه الماء والقبص. القبص غادي نغربلو، يعني غادي نغربلو باش يولي رقيق بزاف. غادي نغربلو في واحد التوب رقيق بحال المسلين او المهم شبكه رقيقه بزاف ان شاء الله. وغادي نزيد عليهم الكوله ديال الخشب. كتشوفوا انا وضعت الماء، يعني تقريبا نفس الكميه ديال الماء ونفس الكميه ديال الكوله. بعد غادي نزيد القبص كما كتشوفوا. انا خديت هذه المعلقه ديال ريم قديمه مابقاش كنستعملها، وغادي نبقى نوضع القبص بكميه قليله ماشي كثيره ونخلط. زيدوا شويه شويه حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي يصلح لكم بحال هكا، لان القبص كتعرفوا كيكرم دغيا، يعني كيجي يضيع دغيا. لهذا دائما القبص حتى واخا تبغوا تستعملوه بوحدو ديروا شويه شويه وكثروا الماء. دابا حنا درنا الكولا والقبص. ندوز باش نعمر هاد الجناب هادو، يعني هاد الفجوات كاملين غادي نحاول نعمرهم بهاد اللصاق هذا بهاد الطريقه هادي باش يعطي لي لا فينيسيون. من بعد حتى ينشف ان شاء الله غادي نزيدو، غادي ندير دابا واحد لاكوش ونشفو. من بعد غادي نزيد له كوش اخرى، نمشي بهاد الطريقه هادي حتى نكمل كلشي، يعني الجناب كاملين نفينيهم بهاد الطريقه. من بعد فاش كنسالي ما نخليش هاد التكتلات هكا، لان فاش غادي ينشفو غادي يعذبوني. لهذا غادي نحاول ما امكن يعني نقادو مساوي كامل هكا. من بعد ما ساليتو كما كتشوفوا، دابا غادي نخليه ينشف ان شاء الله، عاد ندوز باش نحكو وغادي نبداو الصباغه. دابا غادي نوريكم ان شاء الله اش غادي نحتاجو في الصباغه، نعرفكم الصباغه اللي غادي ندير. اول حاجه غادي تحتاجوها هي هذه، هذا الرولو هذا ما عرفتش شحال الثمن ديالو، واش على حسب. كاين فيه الانواع، كاين 20 درهم 25 درهم، كاين حتى 30 درهم. كيكون مع هاد الشيته ديالو. هادي انا نقول لكم ان فوا كتشريوها المره الاولانيه وتخدموا بها، هادي كتضيع، يعني مع الوقت كتحل كتباع. هادي بوحدها، يعني هادي بوحدها كدير 5 دراهم كتشريوها، وكيبقى عندكم دائما هذا كتخدموا به. التركاب ديالو راه ساهل، فقط غندخلو هنا صافي. بالنسبه للصباغه هادي انا خديت هاد المره اطلس، كاينه واحد الماركه اخرى ما تديوش على الرخيصه، لان قداش ما كانت رخيصه راه كتكون الكاليتي ديالها ما زويناش. كما كتشوفوا هنايا راه سيل روزيك. هادي لافونتاج ديالها هي انكم تصبغوا وما كتعطلش في التنشاف، ماشي بحال العاديه الرخيصه. هذيك الرخيصه ديال 20 درهم 25 درهم حتى المهم ما عرفتش، كاين على حساب الكيلو كل واحد اش كيحسب له. هذيك راه كتكون رخيصه ولكن وكتعطي لا بريونس، يعني كتكون لماعه. هذيك راه كيخص ليله كامله او ليلتين في هذا البرد، راه اللي خصها جوج ليلات عاد كتنشف. اما هذه سيلولوزيك هذه كتنشف تقريبا في 20 دقيقه او اقل، على حسب فين صبغتو، واش في الداخل او على برا. المهم هذه انا كنفضل هذه، لان باش غنصبغ ونجي في حالي، لان كنصبغ في السطح يعني، والحويجات ديالي ندخلهم للدار ان شاء الله باش نطلع السطح من بعد ما حكيت يعني دوك الجناب وتنقى وداكشي. واحد النصيحه، الا بغيتو تصبغوا بهذه اللي كتنشف دغيا ديروا كميه قليله ما تكثروهاش بزاف، وصبغوا عاد عاودوا كبوا الكميه اللي تحتاجوا اخرى، لانها كتجمد كما كتشوفوا، يعني كتضيع. ديروا غير كميه قليله. من بعد ما تكبوا الكميه اللي تكفيكم سدوها مزيان، لان كما قلت لكم راه كتقصح. من بعد ما ساليت دابا الصباغه كما كتشوفوا، ان شاء الله غادي نخليهم واحد شويه ينشفوا مزيان، لان زدت لاكوش الثانيه، وغادي نهبطهم باش نصاوب واحد الفراشه في واحد الجهه.
بالنسبة للطول ديالها والعرض ديال الفراشة غادي يكون عندي 39 على 33، ولكن ما غاديش نديرها قدها لان غادي تولي وسادة عادية، بما انني غادي ندير فيها البونجا يعني ديال 2 سنتيم أو 3، وغادي ندير لها لواط. داكشي باش غادي نوفي ان شاء الله، غادي نزيد 1 5 سنتيم على القياس اللي عندي. بالنسبة اللي بغى يعرف كيفاش كنخيطو هاد النوع الوسيد، غادي نحط لكم الرابط ديال الصالون كيفاش خيطته، وغادي تشوفوه كما كتشوفوا. من بعد ما خيطتها من الجنب غادي ندير واحد الصطفه بحال هذه، يعني غادي نخيطها بلاصه كنخيطها، يعني باش نعطيه منظر زوين نفينيها هنا. كندخل في العقده باش ما نضيعش التوك، كندخل في العقده اللي درت. من بعد غادي نلوي الخيط عليها على البره ونجبد. الشكل هكا يقطع هكا. غادي نكون كملت العمل ديالي، غادي ندوز ان شاء الله باش نوري لكم في المكان ديالو. شوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لونجمون. هذا خاص فقط بليبوت، لان عندها الاخر ديال الصبابطها هو، يعني خاص غير بالاحذيه اللي يصلحوا يتداروا بهذا الشكل هذا. لهذا زدنا لها واحد اخر فقط خاص بهذا ليبوت، هذا الايكو كلشي يعني بهذا الشكل هذا، يعني كتولي تنظم الحوايج ديالها طريقه زوينه. بالنسبه لهاد الكرتونه وضعت فيها السكان ديالها. بالنسبه لهاد الكرتونه كما كتشوفوا حتى هي عزلات فيها الاوراق ديال الضوء وديال الماء. بالنسبه للفراشه كما كتشوفوا راه درتها كريلي، لان ما كنتش عارفه واش عندها هذا بالبيج، لكن سهله يعني ناخذ يكون عندي توب وغادي نبدل لها اللون ديالو يجي مع بالبيج باش يجي هذاك الشيء متناسق. كتشوفوا علاش درت هذا الكوب هذا بوحدو، على هاد القضيه بحال دابا مثلا حيدت الفراشه وبغيت نبدل المنظر كنديرو بهذا الشكل. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي يعني ما كافيش هذا الصبابط، كاين اللي بغى يديروا الصبابط كاملين. حاجه وحده غديروا، يعني هذا غادي ديروه مدوبل، يعني غديروا منه جوج واحد فوق واحد. ومن الاحسن انا كنصحكم ديروا كل واحد بوحدو باش الا بغيتوا تبدلوا المنظر يصلح لكم، يعني ما يبقاش شاد لكم البلاصه. هذا ممكن توقفوه الا بغيتوا تبدلوا الشكل، يعني كتحكم كمو نتوما في هاد المكعبات كما بغيتو. ما تنساوش تشاركوا في الفيديو مع اصحابكم مع الناس اللي كتعرفوا باش يزيدوا تدعموا القناه، باش ان شاء الله مازال 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 كما كنقول لكم افكار جديده وافكار خلاقه ان شاء الله تنفعكم في الحياه اليوميه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بالسلامه عليكم.